من أول ما جيت لهون زيادة اليوم على الكنيسة إلا تكريس وتثبيت لهالشي يلي شعرته بهالجمعتين يلي جيت فيها استذكرت اليوم كل النضال كل الناس اللي ماتت تنحافظ على أرضنا وتنحافظ على حريتنا وتنحافظ على هالبلد اللي نحبه وعلى كل القيم يلي مبنى عليها لبنان. مشان هيك بالنسبة لإلي النضال السياسي هو أكثر من نضال سياسي، هو نضال من أجل قيم إنسانية، من أجل مبادئ. أنا السياسة صغيرة ولا مرة همتني ولا مرة حبيت أشتغل فيها،